بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك ألف عافية سمو. المحاضرة قبل الأخيرة اللي هي لكتشر 8. المحاضرة بتحكي عن Observation Studies، الكوهورت والكيس كنترول، هي عبارة عن محاضرتين حسب الدكتور. أوكي، فاحتمال أعملهم على فيديوين، احتمال أعملهم على فيديو حسب الكوهورت. إذا الكوهورت خلصته بوقت لطيف نعملهم فيديو واحد. هسا خلينا نبلش نقول بسم الله. أول شيء بالنسبة للكوهورت ستدي، زي ما قلنا احنا بالمحاضرة اللي قبل، قلنا في عنا انواع الدراسات، في عنا observational، في عنا experimental، وفي عنا طبعا الاناليتيك والديسكريبتيف. اوكي، فالكوهورت هي عبارة عن analytical، اوكي، and it is observational. اوكي، الاناليتيكال لانه قلنا في عندي hypothesis قاعد انا بفحصها اذا هي صحيحة ولا لا، و it is observational لانه شو اسمه، بناء على البيانات اللي قاعد بتطلع لي. I'm not doing trials، اوكي، على المرضى، وانما قاعد فقط براقبهم، بتتبع معهم. اوكي، فبداية كلمة كوهورت من وين اجت؟ كوهورت اجت من اللاتين وورد كوهورز، اوكي، بمعنى انكلوجر. اوكي، فاشي مسكر او اشي مغلق، دائرة مغلقة خلينا نحكي. حلو، فهذا الاشي منطقي. ليش؟ لما بقول لك طبيعة الكوهورت ستديز، وي دو ذا ستديز اون انكلو الانديفيدجوالز، بكون انكلوز بوبيليشنز. اوكي، ايش يعني؟ ايش يعني لما تكون مثلا بوبيليشن كلوزد؟ هذا بمعنى ان البوبوليشن مش قاعده بدخل عليها ناس نيو انديفيدجوالز، ولا قاعد بطلع منها ناس اوكي انديفيدجوالز، ولو في ناس بيطلعوا فهو عدد خلينا نحكي قليل. ومين هم اللي بيطلعوا؟ بيطلعوا مثلا اما ناس انسحبوا او وفيات. حلو، بس بشكل عام بيجي كاش واحد مثلا من نص الدراسه بقول لك والله حاب اشارك معاكم، بتقول له خلص احنا سكرنا. حلو، تكون مثلا فاتح سنتين، اول سنتين مثلا يور ريكروتينج بيبل، بعدين خلاص بتسكرها وبتبلش الدراسه. فذيس از كلوز بوبوليشن، اوكي، أعداد مثلا الناس مش قاعدة بتزيد وبتنقص. In their simplest sense, cohort studies they follow two groups of individuals. Okay، يعني ببساطة خلينا نحكي ال cohort you have two groups of individuals, exposed و non exposed people. حلو، إذا بتجيب أنت ناس، طبعا أهم إشي إنه يكونوا disease free. حلو، إذا بتتفرج أنت على population بتدور على الناس اللي ما عندهم مش مرض، المرض اللي أنت بتدور عليه. أوكي، مثلا بتدور على أمراض القلب، بتدور على ناس ما عندهم مش أمراض القلب. حلو، وبتوزعهم على مجموعتين، مجموعة بيكونوا ناس exposed أصلا لا risk factor معين، وناس non exposed لهذاك ال risk factor. okay you study the outcomes in individuals okay ف you ascertain them over time, you compare them، بعدين بتطلع incidence rates لا ال two groups اللي هم ال exposed وال non exposed، وبتقارن ال incidence rates، وبالنهاية بتطلع بشو اسمه اشي يثبت لك او ينفي لك انه هل الاكسبوجر له دخل مثلا بالديزيز ولا ما لهوش دخل. حلو، هسا ببساطه على مر الزمان والعصور تعرضوا الناس الى بعض شو اسمه، خلينا نحكي بعض الاجزاء من الكور ستدي. حلو، ف يعني شيئا على شيئا فشيئا بلشوا شوي شوي يطوروا من الكور ستديز. حلو، فاول واحد خلينا نحكي لمسك لمسه من الكور ستديز هو ابقراط. شو عمل؟ صار يقولنا ال health of individuals is in relation to the mood in which inhabitant lives and what are their pursuits, whether they fond for drinking and eating in excess or fond to exercise and labor, not given excess in eating or drinking. اوكي، فشو قال لك؟ قال لك الناس وصحتهم هذا بيعتمد على كل واحد ورا شو راكض. حلو، في ناس قال لك في ناس بركضوا ورا الاكل، ورا الشيبس والشوكولاته والحكي الفاضي هذا، وفي ناس لا بهمهم يلعبوا رياضة، بهمهم يأكلوا أكل صحي، هاي الأمور. حلو، فهنا ويروجناز السيد، أوكي، البذرة للأوبزرفيشن كورت ستاديز، لأنه إيش عمل هو؟ هو جاب ناس، أوكي، حلو، قال لك في عندك ناس إكسبوزد، الناس الإكسبوزد مثلا لريسك فاكتور معين، إنه مثلا بوكلوا مثلا أكل مش صحي. حلو، وناس نان إكسبوزد إنه بوكلوا أكل صحي، ومشينا معهم. إذا تتبعنا مثلا رحنا ورجعنا بعد 10 سنين راح نلاقي مثلا هذول عندهم أمراض الدنيا وهذول ما عندهم مش أمراض. حلو، فهون عطاك زي كأنه الإطار العام للكوهورت ستاديز بتاعتنا. أوكي، إنه في عندك إكسبوزد نان إكسبوزد وبتتبعهم بالسنين، بعدين بتشوف عندك الأوتكمز هون وهون. حلو، بعد فترة برناردينو رامازيني أوكي documented the effect of dozens of hazardous environmental exposures will ill effects of sedentary lifestyles while constant bent work posture of cobblers. اوكي، فراقب بعض الامور اللي بتاثر على الصحه، وقال لك انه هذول في لهم خلينا نحكي لونج تيرم افكتس اون يور هيلث. حلو، فهي ايضا كونتريبيوشن خلينا نحكي لعلم الكورت سديز اللي نعرفه. ويليام فار اوكي
understood the importance of longitudinal observation of individuals. حلو، وشو قال لك؟ قال لك انه احنا لازم نعم نراقب صحة العالم او صحة الانديفيدجوالز اون لونج تيرم. وايش نعمل ايضا؟ بقول لك اي شيء بيصير فيهم، اي ايفنت بتصير فيهم، مثلا واحد مات بدنا نسجل انه مات، واحد مرض بدنا نسجل انه مرض، تعافى بدنا نسجل انه تعافى، صار معه مشكله معينه بدنا نسجلها. حلو، فقال لك بدنا يا وي نيد تو فولو اب انديفيدجوالز ونسجل كل ايفنت بتصير معاهم. جانيت اليزابيث لين كلايبون، اوكي، شي ريبورتد لونجيتيودينال ريزلتس اوف واي جين ان انفنتس فيد وذ either boiled cow's milk or human breast milk. فهون ايضا بنلاحظ انه في عنا two groups of people، كل واحد معرض الى exposure معين، وراقبنا ال longitudinal results على وزنهم. حلو، فقلنا مثلا اللي بيشرب مثلا حليب بقر ممكن يزيد وزنهم اكثر من اللي بيشرب مثلا حليب human breast milk، اوكي، الاطفال. فراقبنا بين هذا وهذاك واتبعناهم عشان نعرف شو اسمه، مين ال exposure مين لا. ثواني شوي، اوكي باك. فشو اسمه وصلنا، اوكي، جانيت اليزابيث لين زي ما قلنا عملت لونجيتيودينال ريزلتس اوف واي جين، اوكي، سواء مين اللي بيزيد الوزن اكثر، هل هو البويلد كاوز ميلك اور الهيومن بريست ميلك، اوكي. ويلهم وينبرج ببلش ريزلت اوف لارج ريتروسبكتيف كورت ستدي، اوكي، عمل لنا كورت ستدي متكامله الاطراف، بس لسه ما كانش اسمها كورت ستدي. حلو، ايش عمل؟ هي كومبيرد الهيلث اكسبيرينسز اوف 18000 تشيلدرن هوز فادر اند مذر هاد بريفيسلي دايد اوف تيبركلوسيس، اوكي، تي بي تحديدا، وذ ذات اوف نون اكسبوزد كوهورت، اوكي، اوف 7500 تشيلدرن هوز بيرنتس دايد اوف نون تي بي كوزز، اوكي. فاذا قارن بين الاطفال اللي اهلهم ماتوا من تيبركلوسيس والاطفال اللي اهلهم ماتوا من نون تيبركلوسيس، وايضا هم بنلاقي انه هذول الاطفال قد يكونوا معرضين لأمراض معينة، أوكي، بتيجي مع التي بي، وهذول أيضا معرضين لأمراض معينة بتيجي بدون التي بي. حلو، فإذا differences بالإكسبوجرز، وعملنا longitudinal study retrospective study وش اسمه طلعنا ال details. طبعا هون الملاحظ أنه عملنا retrospective cohort study، إذا الحالات هذول صاروا قبل، أوكي، قبل ما يعقد هو التجربة بناء على reports أصلا موجودة. هسا بال 53 بلش استعمال كلمة كوهورت ينتشر. حلو، أو أول استعمال لكلمة كوهورت. حلو، مين حكاها أول واحد؟ ويد هامبتون فروست، أوكي، referred to rates of tuberculosis in general cohorts، عمل يعني دراسة على التوبركلوس بالجنرال كوهورت وجاب سيرة كلمة كوهورت. حلو، هسا بالمنتصف القرن العشرين، أوكي، صار في عنا نقلة نوعية بالكوهورت ستاديز، أوكي، large scale long term follow up studies were needed. حلو، اذا صار في عنا حاجة لهذه الدراسات اللي بتطول، اللي بتكون حجمها كبير، مثلا فيها كثير ناس مشاركين فيها، اوكي. ليش؟ to untangle causes of chronic diseases in human population. بلش ينتشر عند الواحد مثلا الاثيروسكلروسيس، بلشت تنتشر السرطانات، بلشت تنتشر مثلا السكري، فصار الواحد لازم يعمل هاي الدراسات اللي بتاخذ وقتها، بس بالنهايه بتعطينا مثلا satisfactory results بالنهايه. حلو، فبلشت او زادت عندي هاي الحاجه لهم. These modern cohort studies initially address cigarette related disease, cancers, well heart diseases. Okay. يعني بشكل عام هذول هم الدراسات. من أشهر هاي الدراسات اللي هي Framingham Heart Study. Okay. هاي من أشهر الدراسات وأهمها بعلم ال cohort studies. حلو، فصار في عنا كثير groundbreaking findings بهاي الستدي Framingham Heart Study. بقول لك بلشت كيف؟ بلشنا اخذنا حوالي 5000 واحد ما عندهم مش امراض سي في اس، اوكي، بين الاعمار 29 و62. حلو، وقعدنا سنتين تو ريكروت ذم. هسا كل سنتين من وقت ما عملنا لهم ريكروتمنت، اوكي، كل سنتين رجعنا عملنا لهم اكزامينيشن عشان نطمن عليهم، اوكي، فولو اب، اوكي. فكيسز اوف كورونا هارت ديزيز وير كونفيرمد يوزنج كرايتيريا ريكومندد باي نيويورك هارت اسوسيشن، اوكي. فهاي نقطه جدا جدا مهمه، انه كيف حددنا انه مثلا هذا والله صار عنده سي في اس ديزيز وهذا ما صارش عنده، اوكي. كان في عندي جايد لاين معين اتبعوه، حطوا مثلا خلينا نحكي نظام معين عليه، انه مثلا اذا المريض عنده 1 2 3 فهذا بنصنفه انه عنده هذا المرض، اوكي، عنده 1 2 3 فهذا عنده مرض الفلان. حلو، هذا بمنع الطبيب
اللي بده يشخص المريض من انه يجتهد في تشخيصه ويعطيه مثلا تشخيص بكيفه. حلو، فبضطر الطبيب انه يتبع هذا الجايد لاين قبل ما يسجل هاي الحاله، انه والله هل هاي الحاله بتدخل عندي بالدراسه ولا لا. فهيك زي كانه صار عندي توحيد لبعض المصطلحات او توحيد لبعض التعريفات، مثلا للانجينا، اوكي، تعريف مثلا المايكارديال انفاركشن، صار في عندي خلينا نحكي بعض الشروط عشان نقدر نعتبر انه هذا مايوكارديال انفاركشن كيس، هذا انجينا كيس، هذا مثلا سادن ديث كيس، اوكي. فما كانش متاح للطبيب انه والله كل طبيب يجتهد اجتهاده الخاص ويشخص المرضى، لا، بيكون في عندنا جايد لاينز ماشيين عليه الاطباء بتشخيص هذا المرضى. وهذا طبعا بيعطي قوه للاستدي، بحيث انه الاستدي يقدر يعملها مثلا اكثر من طبيب باكثر من بلد، كونه في عندنا خلينا نحكي فريم ورك واحد ثابت معتمد بيناتهم. حلو. فهسه لاحظنا من هاي الدراسه انه بين ال 40 وال 60 المن والومن ببدايه فور ذا فيرست 6 ييرز اوف فولو اب في صار عندنا بروجريسيف انكريز بالكورونا هارت ديزيز انسيدنس انكريزنج سيرم كوليسترول ليفل. يعني من الاكتشافات او من الفوائد اللي حصلناها بالطب انه عرفنا انه نعم بهاي الفئه العمريه بصير عندنا مثلا تراكم اكثر بالكوليسترول ويؤدي الى مثلا خلينا نحكي هارت ديزيزز وزي مثلا اثيروسكلروسيس وهاي الامور. بس الفكره اللي يعني بنحب ناخذها الاساسيه اللي راح تفيدنا كمان شوي، انه كان في عندي كرايتيريا محدده تحدد لي ايش يعني كيس او تعريف للكيس، اوكي. صار في عندي كيس ديفينيشن، اوكي، ما كانت هيك حي الله الامور كيف الطبيب. الانرولمنت اوف سبجكتس، كيف نيجي نوظف السبجكتس. بقول لك السبجكتس هو انرول ان ذا ستدي ذي مي بيكم لوست تو فولو اب. وهذا طبعا الشيء احنا حكينا لما قعدنا نحكي عن متى اخذنا؟ لما اخذنا عن البيرسن ييرز، اوكي؟ قلنا في ناس ممكن ينسحبوا، ناس ممكن يموتوا، اوكي؟ فالبيبل هو انرول ان ستدي ذي مي بي لوست تو فولو اب، ريفيوز تو كونتينيو اور داي، اوكي؟ فروم انريليتد كوزز ديورينج الكورس اوف ذا ستدي، يعني مش شرط انه مثلا بسبب المرض ماتوا، ممكن لاي سبب كان مثلا مات الواحد، حلو؟ فذيس انديفيدجوالز بنسميهم withdrawals، اذا الناس اللي بينسحبوا من التجربه سواء lost to follow up or غير رايه بدوش يكمل معهم or died، هدول بنسميهم withdrawals، اوكي. فالستدي سبجكت از فولود انتل متى، هاي بنعرفها، سبجكت withdraws من study خلاص انسحب منها، study ends or the outcome is experienced، وهي برضه ايضا ناقشناها. الميثود اوف ايدنتيفاينج ذا كيسز، هل هسه حكيناها بالفرمنغهام ستدي، اوكي. فالميثود اوف ايدنتيفاي كيس بالكور ستدي ويل ديبند جريتلي اون ذا تايب اوف ذا ديزيز اور هيلث اوت كم بينج ستديد و دايجنوستيك اند تكنولوجيز ذات ار افيلبل، اذا نوع المرض اللي قاعدين ندرسه والتكنولوجي والدايجنوستيك تولز الموجودين في هذاك الزمان. حلو. كيسز ار اسيرتند بيزد اون كرايتيريا، زي ما قلنا مش اجتهاد شخصي من كل طبيب عشان انه كل واحد هاي، في لكل كيس في لنا بعض الشروط لازم تتحقق عشان نقدر نعتبر هذا المريض مصاب بهذا المرض. حلو. فالكيس ديفينيشن از ذن يونيفورملي ابلايد تو سكرين فور اند كونفيرم كيسز، اوكي، بيكون معتمد، بيكون اكثر من شخص معتمده او اكثر من طبيب معتمده عشان تطبيق هاي الدراسه. ف يوزنج ريليفنت دايجنوستكس اند اذر انفورميشن. حلو. هسه الكوهورت قلنا فيه له نوعين، بروسبكتيف او ريتروسبكتيف. حلو. وهذا الاشي طبعا بيعطي الكوهورت قوه بحيث انه نقدر نطبقها سواء على بيانات سابقه عندي انا كل شيء مسجل فموثوق البيانات، او اني اعمل الدراسه وامشي معها. فبالنسبه للبروسبكتيف كوهورت ستديز، اوكي، بروسبكتيف انه نبلش بريزنت ونمشي وذ تايم. فالكوهورت ستديز ذات ار بلان تو اوبزرف ايفنتس هاد يت تو اوكر، اوكي، اذا لسه ما صارتش الايفنت احنا قاعدين بنتبعها، اوكي، جبنا الناس الاكسبوز نون اكسبوز وبنستنى الديزيز يتحقق فيهم، اوكي. ريتروسبكتيف اور هيستوريكال كوهورت ستدي، يعني لها اسمين، يا هيستوريكال كوهورت يا ريتروسبكتيف كوهورت. ذيز ار كاريد اوت يوزنج ريكوردز، حكينا، اوكي، اوف ايفنتس ذات هاد اوكرد ان ذا باست، اذا بنتبع بتشوف مثلا قبل 10 سنين مثلا صار في عندي هذول الاكسبوجر وقبل 5 سنين حققوا الديزيز، اوكي، فهاي هي بناء على ريكوردز موجودين. ام باي دايركشنال كوهورت ستديز، اذا هاي بتحتمل الوجهين، اذا تو دايركشنز لها، ات كومباينز بروسبكتيف داتا مع ريتروسبكتيف داتا، يعني ممكن مثلا الواحد بلش يتبع مع الدراسه مثلا اللي صارت صار الاكسبوجر قبل 5 سنين وكل هذا موثق مثلا ومشي مع درس التجربه كلها ولا توصل للبريزنت، وصل البريزنت لساته ما صارش عندهم الديزيز، اوكي، فبصير يتبع معهم لايف، اوكي، اول باول. حلو. فبلشت ريتروسبكتيف وهسه كملت بروسبكتيف معه.
فالبروسبكتيف ريسيرشر ستارتس وذ ريفرنس بوبيليشن، سم اوف ذيم اكسبوز، سم اوف ذيم ار نوت اكسبوز، البوث جروبس ار فولود اوفر تايم تو سي اف اني ديفلوب ديزيز اور كونديشنز ويل اوكر. اوكي، هذا الحكي بنعرفه. الكوهورت طبعا يعني ببساطه هو عباره عن جروب اوف بيبل ذات ار فولود اوفر تايم، حكينا انكلوزد، اوكي انكلوزد بوبيليشن، كلوز بيبل. ف they may be the cohort، اوكي ممكن يكون عباره عن community with specific age or characteristic، اوكي ممكن يكون عباره عن community اعتبرناهم one cohort. اوكي لما نحكي cohort هو عباره عن group of people، اوكي فممكن نعتبرها مثلا cohorts based on مثلا geographic areas، اوكي مثلا الكوهورت تبع الاردن، الكوهورت تبع السعوديه، الكوهورت مثلا تبع فلسطين، الكوهورت تبع العراق، هيك حلو. ممكن نعتبره مثلا based on خلينا نحكي community، مثلا الكوهورت تبع عمان، الكوهورت تبع اربد، زي هيك. ممكن يكون الكوهورت عبارة عن subjects exposed to risk factor، أوكي مثلا يكون عندي الكوهورت تاع الناس اللي عندهم مثلا أصلا مثلا diabetes، أوكي الكوهورت تاع الناس اللي عندهم سرطان، الكوهورت تاع الناس اللي أصلا عندهم مثلا are postmenopausal women، زي هيك حلو. فممكن يكونوا كوهورت بناء على ناس أوكي مشتركين بريسك فاكتور واحد، حلو قسمهم لمجموعات. ممكن يكون الكوهورت مثلا البيرث، الناس مثلا مواليد ال 2000، مواليد 2001، مواليد 2002، زي كذا. الميليتري مثلا نعملهم كوهورت بيبل هو وينت انتو ميليتري اند بيبل هو ديدنت، ماريج ماريد اند نوت، مثلا زي هيك. ممكن يكون الكوهورت عباره عن دايجنوز اور تريتد بيشنتس، اوكي مثلا ناس عندهم مرض معين، ناس كان عندهم مرض وبطل. فالفكره بالكوهورت انهم عباره عن جروب اوف سيلكتد بيبل، جروبس اوف بيبل، وان كوهورت از ا جروب اوف بيبل تجمعهم صفة معينة، حلو. فممكن يكون عندي أكثر من كوهورت اللي هم أكثر من جروب أوف بيبل، كل جروب فيها صفة معينة، حلو مشتركين فيها. هسا بالنسبة للبروسبكتيف طريقة الميجرمنت في عنا الأساسية هي أوكي جميل حسبي الله. أوكي فالطريقة الأساسية هي عبارة عن الإنسيدنس، أوكي فتمجر الكوهورت يعني بشكل عام اللي هو الانسيدنس. شو الانسيدنس؟ نيو كيسز على البوبوليشن. هسا الميجرز ات ميجرز ريت اوف اكرنس اوف نيو كيسز زي ما قلنا، اللي هو عباره عن الاندكس اوف ديزيز فريكوانسي بيست اون ذا توتال بوبوليشن ات ريسك، هو ات تايم اوف انتري فري اوف ذا ديزيز. اوكي لان احنا قلنا لما ندخل ناس على الدراسه الكوهورت ستدي بدنا نتاكد انه ذي ار فري اوف ذا ديزيز، حلو. وطبعا population will be at risk، اوكي ذا يعني ما عندهمش المرض وممكن يصير عندهم المرض، واحنا بنتبع مين صار عند المرض نقسم على عددهم. It is the ratio or probability of developing disease among all members initiated، اوكي اذا هو عباره عن الانسيدنس بالنهايه حيطلع لي فرصه اصابه الجميع مثلا بهذا المرض، حلو من 18% 17% زي هيك. New cases divided by population risk at risk per 1000، حلو اذا هذا هو القانون. New cases على ال... ايش هذا الرمز اللي عملته، مثلا new cases بغض النظر عن الرمز، new cases تقسيم population size اللي هم population at risk نضربهم ب 1000، نضربهم ب 1000 عشان نسهل قراءة الارقام. Incidence طبعا is the number of instances of a factor، حلو اذا عدد instances of a factor during a given period in a specified population. اوكي هم عدد خلينا نحكي الفاكتور المعين اللي بيصير، اوكي مثلا الاوتكم اللي بيصير in a given period يعني في فتره زمنيه محدده بهاي البوبوليشن، حلو. فمثلا ممكن يكون عدد الديزيزز اللي بيصير، مثلا عدد الانجريز بيصير، فالانسس احنا سميناه كيس، اوكي فعدد الكيسز اوكي during a given period of time in a specified population. It can tell us how many cases of particular factor have been suffered by specific population in a given period of time. حلو. طب هسا it is a measure of disease that allows us to determine the person's probability of being diagnosed with a disease. Okay. During given period of time. نعرف هذا كله حكي عن الانسيدنس حكينا سابقا. Okay. إنه شو الانسيدنس؟ الانسيدنس هو عدد الناس النيو كيسز على الهاي، فبالتالي هو بيعطيني زي تنبؤ بقديش فرص او احتماليه اصابه شخص معين، حلو. It might tell us how patterns of a condition within population change over time. اوكي فممكن لما ناخذ الانسيدنس لاكثر من مده زمنيه اثناء التجربه نشوف مثلا الانسيدنس زاد، الانسيدنس قل، زاد قل، زي هيك، فبالتالي نحصل نمط معين على خلينا نحكي نتوقع الانسيدنس الجاي قديش راح يكون، حلو انه المره الجايه بنحسب فيها الانسيدنس قديش راح يكون مثلا عشان اعرف هل الديزيز مثلا قاعد مطول مش مطول، بلش يضبضب، قاعد ببني، زي هيك.
incidence is usually expressed as a rate, okay, something that's measured within a set of within a set number of people and in a time period, okay. فهو عبارة عن usually expressed as a rate. أيضا الميجرمنتس الأساسيات اللي مستعملهم بالكوهورت هو عندي الريلاتيف ريسك، أوكي الريلاتيف ريسك أو ريسك ريشيو. So it is dividing the incidence in one group by the incidence in the other. Okay, إذا بنحسب الإنسيدنس تاع الـ exposed people والإنسيدنس تاع الـ unexposed people، أوكي بنقسمهم على بعض، حلو؟ فـ exposed تقسيم الـ unexposed الإنسيدنس على ذاك بنحصل الـ relative risk، أوكي؟ في عندنا الـ attributable risk، أوكي؟ اللي هو ممكن نحكي زي difference of incidences، اوكي فهو عبارة عن difference between incidence in exposed and unexposed. اذا ناخذ مثلا على سبيل المثال كان عندي مثلا بالexposed الincidence كان عندهم مثلا 50%، الunexposed كان مثلا الincidence تاعهم 2%، حلو. فالrelative risk بكون عبارة عن مثلا 50 تقسيم ال 2%، فبنحصل مثلا اللي هو عندنا ال 25، اوكي 25 ضعف اذا كان عندك الاكسبوجر. اذا كان عندك الاكسبوجر انت معرض، اوكي بنسبه 25 ضعف او بفرصه سوري، اذا كان عندك الاكسبوجر بكون احتماليه تصاب بالمرض 25 ضعف من لو ما كانش عندك الاكسبوجر، حلو. بالنسبه للاتريبيوتابل ديسك اتريبيوتابل ريسك بنقول مثلا 50% اللي هم الاكسبوزد ناقص 2% اللي هم ان اكسبوزد، فانت بتقول مثلا في عندك 48% فرصه احتماليه زيادة انك تصاب بالمرض من الـ unexposed، حلو. فهون تقسمهم على بعض بالـ relative risk وبالـ attributable risk تأخذ الفريق بينهم. هسا advantages of the cohort study. اول advantage اللي you can measure directly the relative risk، اوكي متى ما انت كنت داخل التجربة بتعرف انت مين exposed مين not exposed، وبتعرف مين صار عند المرض ومين ما صارش عند المرض. فبأي وقت بدك اياه بامكانك على طول تحسب الـ relative risk، انك تقسم الانسيدنس، اوكي الانسيدنس تبع الاكسبوزد على الانسيدنس تبع النون اكسبوزد وتطلع الريليتيف ريسك. اتس بوسيبل تو ديتيرمين الكوز افكت ريليشن شيب، اوكي اذا بتسهل علينا نثبت الكوزاليتي او الكوز افكت ريليشن شيب ل تو فاكتورز او وان مثلا ريسك فاكتور اند انذر اوتكم. It has less bias about the awareness of disease status لأنه أنت قاعد بتتبع الأمور، you're documenting everything، قاعد بتسجل كل شيء، فبالتالي بتخلص مثلا من recurrent recall bias، أوكي بتخلص من recall bias لأنه مش قاعد تعتمد على ذاكرة الناس. أنت مثلا قسمت الناس exposed و non-exposed بناء على مثلا أسلوب حياتهم، مش مثلا على والله حاب تعطي هذا مثلا exposed و هذا non-exposed، حلو. فما فيش عندك مثلا selection bias، اوكي لانه الناس اصلا موزعين اوريدي، حلو جايين لك، فبتخلص من بعض انواع البايس. It can disclose other diseases يعني بتقدر الاكسبوجر احنا حددنا الاكسبوجر، حلو حددنا انه this exposure مثلا معرض للتدخين مثلا و this is not معرض للتدخين، فبالتالي ممكن الناس المعرضين للتدخين صار عندهم مثلا امراض ثانيه، كنا مثلا قاعدين نتامل مثلا او قاعدين بنراقب سرطان الرئه مثلا صار عندهم مثلا سرطان بالبلدر، اوكي بسبب التدخين وهي بتصير بالعاده. فشو اسمه فبنقدر نتابع مثلا اكثر من ديزيز، اوكي وان اكسبوجر مور ذان ديزيز بنقدر نتابع. ليس سيلكتيف ريكول بايز زي ما قلنا لانه انت مش قاعد تعتمد على ذاكره الناس، انت ماشي سواء بالريتروسبكتيف معتمد على الاشياء المسجله دوكيومنتد او تقعد تعتمد اذا كانت بروسبكتيف على ملاحظتك والاشياء اللي بتشوفها. You can estimate attributable risk to risk factor، حلو. فبنقدر نحسب attributable risk انه مثلا هذا قديش زاد، مثلا زاد 30% زيادة، زاد 40% زيادة، اللي هو الفرق بين ال incidence rates proportions. It can be generalized once having probability sample، okay لما يكون عندك مثلا السامبل تكون ممثلة you can generalize the idea. ليش؟ لأنه عندك أنت مثلا اخترتهم من داخل المجتمع، حلو. وهسا هنحكي ليش مثلا أو يعني بالبارت الثاني هنحكي أنه الكيس كنترول معناش هذا الاشي usual، لأنه أنت بتنقي الناس المرضى، هون أنت بتنقيش الناس المرضى، أنت قاعد بتحسب فرصة الإصابة بالمرض. فبالنسبة للديس أدفانتجز تاع الكوهورت
لونج تيرم حلو، انت بتطول بتقعد 20 سنه 10 سنين زي هيك، تايم كونسيومينج، ات از اكسبنسيف، اوكي، لارج سامبلز، ريكوايرنج لارج سامبل سايز عشان تطلع دقيقه، بدك مانجمنت، بدك فولو اب، بدك ناس يشتغلوا يكونوا شغالين عليهم. اتس نوت فير فيت فور رير ديزيزز، اوكي، لانه رير ديزيز انت قاعد تستنى 20 سنه ممكن يطلع لك الديزيز ممكن ما يطلع لك الديزيز، فالواحد بهاي الحاله بيختصر حاله بروح للكيس كنترول وبيطلع له ديزيز، يعني بنقي الناس اللي اصلا عندهم ديزيز تو بيجن وذ. حلو، سيريس بروبلمز اوف دروب اوت اوف سامبل، اوكي، مي افكت ذا فاليديتي، احنا قلنا ات از كلوز بوبيليشن ناس بدخلوش عليها، ولكن ممكن يصير في عندي انه الناس يطلعوا من التجربه سواء وفيات او سواء خلص غير رايه بدوش يكمل. حلو، فات كود افكت الفاليديتي خصوصا اف مور ذان 15% من الناس طلعوا، اوكي، اذا صار في عندي ناس كثيره طلعوا من التجربه بتصير شوي ها مشكوك بصحتها او مشكوك بمصداقيتها للتجربه او الكورت ستدي. الويذدرو امونج انفستيجيتورز، هاي تبع لانه اف مور ذان 15% ويذدرو امونج انفستيجيتورز، لا هاي الانفستيجيتور هاي شيء ثاني، سوري، ممكن يصير في عندنا ويذدرو امونج الانفستيجيتورز نفسهم. حلو، لان احنا قلنا انه في عندي لارج سامبل سايز ات ريكوايرز مانجمنت وفولو اب، حلو، فبالتالي انت بتحتاج عدد ايضا كبير من الناس اللي راح يتبعوا مع الكوهورت. حلو، فالناس اللي بدهم يتبعوا مع الكوهورت من الانفستيجيتورز، فممكن هذول ايضا ينسحبوا ويحطوا مثلا واحد بموقف محرج انه مش قادر يتبع مع الجميع. Confusion may come from change over time in the surrounding conditions. حلو، انه الواحد انت قاعد بتتبعهم لمده 10 سنين 20 سنه قد ما تكون، فالواحد ممكن اول شيء ينسى الغايه اصلا من الدراسه كلها. حلو، ممكن يصير عندنا بعض التغيرات على مثلا البيئه، لان انت بتحكي عن فتره طويله، حلو، كل شيء ممكن يصير ب10 سنين، ممكن واحد مثلا هاجر لدوله ثانيه، حلو، وتغيرت حياته 180 درجه، فممكن يصير في عندنا تغيرات كبيره بالسراوندينج كونديشنز، فبالتالي الواحد يصير في خربطه ويصير في عندنا مش قادرين نتبع بشكل سليم انه شو صار او ليش صار هيك. Affecting the behavior of the subject اللي هي الهذر افكت، قلنا الهذر افكت ايش هي؟ الواحد مثلا يكون عارف شو لازم الاوتكم يعمل عشان والله يخدم سير التجربه او مثلا يتلاعب بسير التجربه. حلو، انه مثلا يكون عارف انه انا مثلا اذا حصلت او اذا مثلا عملت هاي الشغله راح احصل مثلا سكور صحي يتسجل لي مثلا داخل هاي التجربه مثلا او الدراسه. حلو، فالواحد مثلا يصير يغير ببعض البيهيفير ستاعته عشان يغش النتيجه او يعدل على النتيجه، يتلاعب بالنتيجه تاعت الدراسه. حلو، بالنسبه للريتروسبكتيف هاي حكينا عن البروسبكتيف، هسه بالنسبه للريتروسبكتيف ريسيرشر ويل لوك انتو ذا افيلبل ريكوردز، بتتفرج انت على الريكوردز، ذن يو ري انستراكت ذا اكسبوجر تو اسس سسبكتد ريسك فاكتور، اوكي، اذا ايضا بترجع للاكسبوجرز تو سسبكتد ريسك فاكتور، يو ذن فولو ذيس بيشنتس اوفر تايم ريتروسبكتيفلي تو سي اف اني هاف ديفلوبد ديزيز اور اوت كم اوف انترست، اوكي، اذا تبلش انت بالماضي وبتمشي الى الامام بدل ما تبلش بالحاضر، يعني بدل ما تبلش بالحاضر وتمشي للامام، لا انت بتبلش بالماضي وبتمشي للامام. ديس ادفانتجز للريتروسبكتيف ريليفنت فاريبلز مي نوت بي افيلبل اور انكمبليت، يعني احنا حكينا انه كل شيء مسجل ولكن بعض الاحيان ممكن بعض السجلات تكون ناقصه مثلا او بعض المعلومات المهمه لك لدراستك تكون مثلا مش موجوده. You're not sure if subjects were free from disease at the start of comparison. Okay. بالعادي بكونش مسجل انه هل هدول كانوا free of the disease or not. حلو، انت فقط تعرف انه هدول كانوا exposed or not. حلو، وبتعرف انه صار عندهم disease ولا لا، بس بتعرفش انه مثلا هل من البداية كان عنده ولا ما كانش عنده. طب بعد صفنا بعرفش قديش استمرت، قررت انه بعملهم بفيديو واحد بدل ما يكون فيديوين. هسا بالنسبة للكيس كنترول حكينا احنا عن الكوهورت، هسا خلينا نسولف عن الكيس كنترول ستدي. حلو، كانترودكشن بقول لك تو موست كومن تايبس اوف اوبزرفيشن ستديز هم عبارة عن كوهورت والكيس كنترول. اوبجيكتيف اوف بوث اوف ذيم از تو ليرن اباوت كوزال ريليشن شيب بتوين انتيسيدنت اكسبوجرز اند سبسيكوينت هيلث اوتكمز، اوكي، اكسبوجر سابق و شو اسمه اوتكمز لاحق. الكورس صديق حكينا انه ببساطة هي عبارة انك تبلش with disease free people you wait for the outcome to develop you identify اول اشي disease free people من المجتمع بتاخذهم بتوزعهم على exposed or non-exposed groups you follow them up to determine incidence of relative effects. هاي هي الكورس. حلو، بالنسبة للكيس كنترول شوي مختلفة
جاي العكس. حلو، هناك كنت انت تحدد اكسبوزد ونن اكسبوزد وتشوف مين صار عنده المرض ومين ما عنده المرض. هون لا، تمسك انت مين عنده المرض ومين ما عندهوش المرض، وبترجع باك ان تايم عشان تشوف مين كان اكسبوزد ومين ما كانش اكسبوزد. حلو، ف you start by selecting disease and non-disease and you ascertain prior exposures زي ما قلنا. حلو، تبلش بالديزيز non-disease وبتشوف إذا كان في عندي prior exposure or not. بداية you identify who have already experienced the study outcome. حلو، مين صار عنده disease or not, case or control. ال individuals sorry أول شيء بتشوف مين experience study outcome اللي هم عبارة عن cases. okay then you see from the same population أو من نفس population اللي طلعت منها cases بتشوف who have not yet experienced study outcome اللي هم still not diseased. okay فهذول عبارة عن ال control series. okay إذا بتشوف الناس اللي عندهم المرض، الناس اللي عندهم المرض cases من نفس البوبيليشن بتطلع ناس ما عندهمش المرض. حلو، ليش من نفس البوبيليشن؟ عشان نخلص من عدد كبير من الكونفاوندينج فاكتورز، نخلص من كمية كبيرة من البايس اللي ممكن تصير بحيث ان يكون متقاربين على بعض. اوكي، ولكن فرقهم عن بعض انه هذا مع المرض وهذا معهوش المرض. حلو، then you you ascertain exposure to prior risk retrospectively. اذا مسكت الديزيز بتشوف exposed or non exposed وال control تشوف exposed or non exposed. You compare the odds of prior exposure to risk factors in case series and control series. okay إذن بتشوف the odds of exposure okay to risk factor، بتشوف هون the odds of exposure to risk factor you compare them، تقسمها مع بعض بتطلع the odds ratio وراح نحكي عنه وراح نحسب عليه شغلات. هسه by selecting study subjects in this manner اللي هو عبارة عن إنك تأخذ cases ومن نفس population تأخذ ال controls. Case control studies they gain statistical efficiencies when the disease is rare. حلو، ليش؟ قلنا disease is rare. إذا بدك تعمل cohort بجوز يطلع لك وبجوز ما يطلع لكش. أوكي، فأنت ضحيت بأبو الإفشنسي. ولكن لما يكون عندك أنت case control تهتم إنك تلقط حالات المرضية، مثلا عندك 17 واحد بالدنيا كلياته عندهم هذا المرض. حلو، إذا بدك تعمل cohort ففرصة إنه يطلع لك واحد عند المرض هو عبارة عن 17 على 8 مليار. حلو، إذا بدك بالكوهرت. ولكن بالكيس كنترول بتروح تتواصل مع هذول ال 17 واحد بتقول بدي أعمل دراسة عليكم. حلو، فلما تكون أنت قادر إنك تحدد الناس المرضى بيكون طبعا هذا الإشي أسهل لك إنك تعمل كيس كنترول ستدي. فذي كان استيميت ريس أند ريسكس دايركتلي لما تحصل المعطول. Case control are able to estimate the effect of an exposure in relative terms, okay, through a statistic known as exposure odds ratio. لما نحكي relative terms بكون قصدنا انه عبارة عن قسمة او ضرب. اوكي، علاقة رقم برقم اخر. حلو، لما نحكي absolute terms بكون قصدنا انه جمع او طرح. فبالتالي هون لما نحكي الاتريبيوتابل ريسك زي كأنه نحكي الابسولوت ريسك مثلا او absolute terms بشكل عام، هون ان relative terms. فهنا هذا كان عندنا طريقتين ممكنات، هون عندي بالكيس كنترول طريقة واحدة ممكن اللي هي relative terms عن طريق القسمة اللي هو بنسميه odds ratio. حلو، in a case control study the prevalence of exposure to a potential risk is compared. حلو، إذا the prevalence of exposure، نركز إنه the prevalence of exposure تحديدا مش the prevalence of disease. okay we compare this between cases and controls. إذا the prevalence of exposure is more common among the cases، إذا لقينا إنه الإكسبوجر أكثر عند الناس اللي بعدين صار عندهم المرض، إيش هذا بيوحي لي؟ هذا بيوحي لي إنه في علاقة نعم بين ريسك فاكتور والمرض. أوكي، سو الإكسبوجر ممكن يكون عبارة عن ريسك فاكتور لهذا المرض. A major characteristics لل case control study is that data on potential risk factors are collected retrospectively. حلو، فإحنا قاعدين بنرجع رجوع in time، فبتخلق لنا مشكلة إنه عم نعتمد على ذاكرة الناس اللي معي بالتجربة. حلو، فبالتالي this may give rise to bias، تحديدا اللي هو عبارة عن recall bias، لأنه this retrospectively البيانات مش مسجلة، عمالنا بنعتمد على الذاكرة. بنمسك الواحد المريض بنقول له هل أنت مثلا كنت تدخن ولا لا، ممكن ينسى. هل مثلا أكلت هاي الأكلة زمان ولا لا، ممكن ينسى ممكن يتذكر. حلو، ف you need to give it careful consideration during the design while conduct of the study. بعض الأمثلة على الكيس كنترول ستديز بتقدروا تقرؤوهم، يعني ما لهمش هذيك خلينا نحكي
المعلومات اللي ممكن الواحد يستخلصهم منهم، ولكن بشكل عام عشان الواحد يتعرف على طبيعة العالم. فعن اللنج ان سموكينج اند لنج كانسر اللي عملوهم دول اند هيل، دراسة مشهورة. شو عملوا؟ جابوا 709 patients of lung carcinoma cases، إذا 709 cases، 709 controls من نفس from general medical and surgical patients. أوكي؟ جابوهم من مستشفيات بشكل عام، عندهم أمراض بشكل عام، ولكن مش lung carcinoma. أوكي؟ أمراض مختلفة عن الكيس اللي قاعدين ندرسه. حلو؟ وحاولوا زي ما انتم ملاحظين انه السايز اوف ذس سامبل نفس السايز اوف ذس سامبل، اوكي 709 709. وايضا السيلكتد كنترولز وير سيميلر ان ريسبكت تو ايج اند سكس، اوكي نفس عدد الذكور نفس عدد الاناث نفس الاعمار نفس هاي الامور. حلو، فبالتالي هل قد ميلز وهل قد فيميلز ان ذا كيسز، ونفس الشيء بالكنترولز. اوكي، they found that only 3% of males were non-smokers among the cases. Okay, إذن بالنسبة للكيسز الناس اللي عندهم lung cancer، حلو، فقط هالقد كانوا مش معرضين للإكسبوجر. Okay، non-exposed. فبالتالي الناس المعرضين للإكسبوجر تقريبا 99.7. Okay، 99.7 من الإكسبوجر صاروا cases، فهاي بيعطيني علاقة جدا قوية. حلو، however proportion of non-smokers among the controls was 4.2. إذن النون سموكرز الناس اللي ما بيدخنوا من بين اللي ما عندهم مش المرض 4.2%. اوكي، هسه الديفرنس واز ستاتستيكلي سيجنيفيكانت. ايش يعني ستاتستيكلي سيجنيفيكانت؟ هسه بالستاتستكس احنا بنحط بالعاده النال هايبوثيسيس. حلو، زي كانه وذكرناها قبل بالماده انه مثلا الريسيرش هايبوثيسيس تعطي انه التدخين يسبب السرطان. حلو، فانا بحط نل هايبوثيسيس بقول التدخين لا يسبب السرطان، وبحاول اعمل دراساتي على هاي النل هايبوثيسيس تحديدا. اوكي، انه هل التدخين لا يسبب السرطان. حلو، وبختبر زي كانه بنقدر نحكي صحه النل هايبوثيسيس. فبالتالي البي فاليو ممكن ممكن نحكي عنها انه زي كانه هي عباره عن احتمالية او فرصة صحة ان الهايبوثيس. فلما نحكي انه البي فاليو تقريبا 0.00064 زي كنا بنحكي انه احتمالية هالقد بالمية انه تكون ان الهايبوثيس صحيحة. حلو، اذا زي كنا بنحكي انه ان الهايبوثيس غلط. حلو، ان الهايبوثيس غلط يعني الريسيرش هايبوثيس الصح يعني السموكينج كوزز لنج كانسر. حلو، او اللي هو الكانسر بدنا اياه لنج كانسر. حلو، فلما يكون عندي البي فاليو جدا صغيره اقل من 5%، اذا اقل من 0.05، حلو، بنسمي هاي عباره عن significant value. اوكي، this significant value بمعنى انه النال هايبوثيسيس مرفوضه. اوكي، نسبه صحه النال هايبوثيسيس اقل من 5%. حلو، فهاي وطبعا راح تاخذوهم اكثر لقدام بالباي ستاتستكس. هسه similarly they found about 31% of females were non-smokers in cases compared to healthy controls. Difference was also statistically significant لو بين 1 و2%. مش مهم، حلو، بس اللي بهمني اعرف انا من هاي الدراسة ان ايش عملنا، اخذنا نفس عدد ال patients، اوكي نفس عدد ال cases نفس عدد ال controls، حاولنا يكونوا نفس ال age نفس ال gender نفس هالامور. melanoma and tanning نعمل في 2010 الاوثرز كوندكتد كيس كنترول تو ستدي اسوشيشن بين الميلانوما اند تانينج. الميلانوما هي عباره عن سرطان بيصيب السكن. حلو، بتطلع زي الشامه بس بتكون عباره عن سرطان، بتكون انفيزيف، بتعمل زي جذور يعني. وهي ف انديفيدجوالز انفيزيف كوتينوس ميلانوما وير سيلكتد فروم مينيسوتا كانسر سيرفيلانس سيستم. اوكي، فالكيسز حددناهم عن طريق مركز معين بمينيسوتا. اوكي، الكنترولز وير سيلكتد راندوملي من نفس المنطقه من مينيسوتا ولكن درايفرز لايسنس ليست. اوكي، رحنا على مثلا الدرايفرز محل الترخيص وجبنا قائمه باسماء ناس عشوائيين وقلنا هذول الناس مثلا من نفس المنطقه، فبالتالي ها ممكن نعتبرهم from the same population. اوكي، they were matched for age انه يكون هامش العمر، فرق العمر 5 سنين. اوكي، ونفس السكس يكونوا. The data were collected by self-administered questionnaires and telephone interviews. Okay, فراحوا استجوبوا الناس، سألوهم أسئلة، عم طوهم surveys، رنوا عليهم تليفونات، سألوهم هاي الأمور. Investigators assessed the use of tanning devices, number of years of this use,
frequency of use of these diseases. Okay, they collected data on other variables أيضا زي مثلا sun exposure, presence of freckles, moles, color, skin. هاي الأمور حلو. هذول كانوا عبارة عن ال exposures اللي دخلوا عندي بالتجربة، إنه هذول الأشياء اللي بنعتقد إنه ممكن يسببوا سرطان. لاحظوا إنه بالفعل الميلانوما was higher in individuals اللي بتعرضوا ال UVB وال UVA emitting devices. The risk also increased with increase in years of use. أوكي، إنه مش بس والله بالتعرض لهاي الأجهزة، لا، وإنما كل ما زادت مدة التعرض كل ما زاد فرصة الإصابة بالسرطان. هو هذا المهم. المهم طبعا إنه زي ما قلنا اختيارنا كان للعينات، اخترناهم من نفس البوبوليشن من مينيسوتا. من مينيسوتا حاولنا يكونوا تقريبا نفس الايج، نفس السكس، نفس يعني بعض الامور ممكن تكون كونفاوندينج. اوكي، كان في مشكله بالتفريغ، هاي البارت كنت ناسي اضيفه انا، هسه ضفته. هسه اذا بدنا نحكي عن السلكشن اوف كيسز والكنترولز، حلو، بيكون في عنا احنا بعض الشروط يلي لازم احنا نتبعها لما بدنا نختار الكيسز والكنترولز عندي بالتجربه. حلو، فالانفستيجيتور شود ديفاين ذا كيسز اس سبيسيفيكلي اس بوسيبل. حكينا احنا لازم يكون في عندنا كيس ديفينيشن، ايش يعني كيس، مين هو الانسان اللي ممكن نعتبره كيس. حلو، فسم تايمز ديفينيشن اوف ا ديزيز مي بي بيسد اون مالتيبل كرايتيريا. حلو، ان مرات تعريفي للديزيز لازم يكون عنده مثلا مثلا سرطان معين، لازم يكون مثلا نحدد الجريد تاعه، الستيج تاعه، كذا كذا كذا. اوكي، ولكن عندي مثلا انا بهذا المثال تبع الميلانوما we defined the population. okay, we defined the case in any histologic variety of invasive cutaneous melanoma. okay, إذن اللي عنده any histologic variety، لأنه قلنا السرطان، هي السرطانات بيكون لهم أكثر من manifestation أو أكثر من شكل histologic اللي بيبينه تحت الميكروسكوب. فهون تحديدا بقول لك any histologic variety، سواء high grade, low grade، ستيج 1 2 3، بغض النظر شو ما يكون. حلو، طيب واحد عنده هاي السرطان اخترناه. هسه at the same time cases are matched with controls or vice versa. اوكي، اذا اما الكيسز يعني بدنا نخليهم زي الكنترولز، او الكنترولز لما نختارهم بدنا نختارهم زي الكيسز. meaning case controls come from the same population. حلو، لازم يكون same population. عادة ناخذهم مثلا من نفس المستشفى، من نفس البوبوليشن، من نفس النيبرهود، من نفس شو اسمه البلد مثلا. هاي الامور حلو، ليش؟ to have as much possible potential for the same exposure. حلو، اذا لازم يكون لهم نفس الفرصة بالتعرض للإكسبوجر. حلو، عشان نقدر نحكم عليهم يكون لهم فرص متكافية. حلو، not exposure is unknown for both cases and controls. فاحنا بدنا نحاول ان العوامل الخارجية المحيطة بهم اثنينهم يكونوا نفسها. حلو، thus pool of population from which the cases and controls will be enrolled should be the same. عادة نفس الكاونت، نفس الكنتري، نفس الكاونتي، نفس الهوسبيتال، نفس النيبرهود، يعني هاي الأمور. we should measure the exposure similarly in cases and controls. إذا طريقة قياس الإكسبوجر لازم تكون نفسها، نفس الأداة نقيس فيها الإكسبوجر. if we design research protocol to study association between smoking اللي هو الإكسبوجر and hypertension, we should ensure that we use the same criteria for evaluating smoking in cases and controls. okay, so if we use different criteria بتلاقي it will cause information bias. okay, راح يكون في عندي انا مشكله بالانفورميشن، راح يصير في عندي bias، فبالتالي مش راح تطلع عندي انا نتائج دقيقه. هذا هو البارت اللي شو اسمه ما كنتش ضايفه. هسه types of controls. حلو، من وين ممكن ناخذ الكنترولز؟ اوكي، سو وي كان سيلكت كنترولز من فاريتي اوف جروبس. ممكن ناخذهم من جنرال بوبوليشن، ريليتيفز اور فريندز اور الهوسبيتالز. حلو، فممكن ناخذهم من المستشفيات زي ما قلنا. امبورتنت سورس اوف كنترولز هو عباره عن البيشنتس اتندينج الهوسبيتال فور ديزيزز اذر ذان الاوتكم اوف انترست. حلو، قاعدين بنعمل دراسه على اللنج كانسر، بندور على المرضى اذر ذان لنج كانسر بيشنتس يلي بنفس المستشفى. ليش بنحاول ندور بنفس المستشفى؟ بقول لك اول شيء they are easy to recruit. اوكي، مرضى هذول. حلو، فلما تيجي وتقول لهم عندي انا والله قاعد بعمل بحث طبي وزي هيك، يعني ممكن يثق فيك. you're more likely to have similar quality medical records. اذا الميديكال ريكوردز تاعونهم راح يكون مشابهين للميديكال ريكوردز تبعون الكيسز. طب هذا ايش بيفيدني؟ هذا بيفيدني انه حتلاقي تقريبا نفس المعلومات مدونه، حتلاقي نفس المعلومات. فطبعا انا بيفيدني لما اجي الاقي نفس المعلومات موجوده
مش راح اقعد والله اضيع وقت باني احول المعلومات او استخرج المعلومات الناقصه او هاي الامور. حلو، فبالتالي حتكون كومباتيبل باني خلاص ادخل مع طول على الدراسه واقوم بالدراسه بسهوله. فبالتالي هذول يعني الناس اللي بيكونوا بنفس المستشفى لامراض مختلفه، حلو، بيفيدوا كثير بال as controls. حلو، بيكونوا good controls. relative and friend controls، اذا بنمسك هذول الكيسز بنجيب اهلهم او بنجيب اصحابهم. حلو، فالrelative controls they are somewhat easy to recruit. okay they can be particularly useful متى when we are interested in trying to ensure that some of the measurables and non-measurables confounders are relatively equally distributed بالكيس controls. okay زي مثلا قلنا في عنا بعض البايسز ممكن تصير مثلا زي الفاميلي بايس. فايش بنعمل عشان نتخطى هاي العمليه؟ بندخل اهل هذا الشخص الكيس معنا على التجربه. حلو، فبالتالي بيكونوا عايشين بنفس البيئه، نفس الظروف، نفس كل شيء، ولكن فرقهم الاكسبوجر او سبيسيفيك اكسبوجر معين. حلو، والديزيز انذر سورس فور كنترول هم عباره عن اصحاب الكيسز. اوكي، الكيسز بيعطونا مثلا ليست من اصحابهم، مثلا بناخذهم عنا على التجربه. اوكي، they are also easy to recruit. ليش؟ لان مثلا انت قاعد بتدخل مثلا بتجربه جايك من طرف حدا انت بتعرفه. حلو، فممكن يكونوا يقتنعوا بانهم يدخلوا على التجربه. اوكي، شغال لسه. اوكي، they're also more likely to be similar to the cases in socio-economic status and their demographic factors. اذا ممكن يكونوا عايشين مثلا بنفس البيئه، بنفس خلينا نحكي مستوى الدخل وهي الامور. ال population controls اوكي ممكن نجيبهم من ال population، من المجتمع نفسه. حلو، من المدينة نفسها. if they are these controls can be easily conducted if the list of all individuals is available. يعني ممكن تتلاحقهم اذا عندك list باسماء ناس تقدر تلاحقهم. اوكي، we may have to use sampling methods. حلو، to recruit controls من ال population بدك تعمل بعض ال sampling methods. sampling methods حتاخذوهم ايضا بال biostat بعتقد، او يمكن اخذتهم بالانترو مش عارف، بتذكر انه مرت علي. بتجيب مثلا ورقه بتحط فيها مثلا ارقام معينه، حتاخذهم بالبايستات. اوكي، بتحط عليها ارقام معينه مثلا سامبلينج ميثود، مثلا تعمل سكيب لكل مثلا فور مثلا فور او ثري شو اسمه ناس، وتاخذهم مثلا هاي ارقام، مثلا ارقام تليفونات الناس مرتبهم انت ابصر كيف، ويوجد سكيبينج مثلا اثنين او ثلاث عنهم بحيث انك تاخذهم راندوملي. حلو، يعني الفكره منها كلها من هاي العجقه انك تاخذ الناس راندوملي. حلو، مش مهم ايش هي السامبلينج ميثودز هسه، بعدين تاخذهم. اوكي، فبتستعمل انت سامبلينج ميثودز عشان تنقي عدد معين من الناس راندوملي. مين ادفانتج از ذات ذيس كنترولز ار لايكلي تو ساتسفاي ستادي بيس برنسبل. شو ستادي بيس برنسبل؟ انه عباره عن انه يكون عندي الكنترولز من نفس البوبوليشن اوف ذا كيسز. حلو، فهي ستادي بيس برنسبل. هاوفر ذي كان بي اكسبنسيف اند تايم كونسيومينج، لان انت قاعد تيجي لناس مثلا بالمحافظه مثلا او بمنطقه معينه وقاعد بتحكي له مثلا تعال بدنا اياك في الدراسه، ممكن مثلا ما يرضاش يجي الا بمقابل. اوكي، وممكن تحاول تقعد تضيع وقتك تحاول تقنعه يجي وبالنهايه ما يجيش. حلو، فمرات بيكون يعني صعب توظيفهم. Many of these controls أيضا will not be inclined to participate in the study. فبالتالي response rate may be very low. ليش not inclined؟ يعني كل واحد مثلا قاعد انت بتلاقي مثلا ناس بالشارع، الناس بالشارع بيكون كل واحد همه يوصل لشغله مثلا او يخلص الشغل اللي عليه، فما حدش فاضي مثلا يوقف ويحكي معك، غير عن مثلا الفريندز والفاميلي، هذول ممكن يخصصوا وقت بما انه عن حدا بخصهم مثلا، او بالهوسبيتال واحد ما هو قاعد بالمستشفى فيش اشي وراه. ف اوكي، هسا بالنسبة للماتشنج، الماتشنج اوكي بحيث انه يكون عندي الكيسز نفس الكنترولز، ومش انه نفسهم، انه يكونوا متشابهين بحيث انه نخلص من الكونفاوندينج فاكتورز، نخلص من البايس ممكن يصيروا هاي الامور. فا it is often used بالكيس كنترول ستاديز to ensure that cases and controls are similar in certain sorry characteristics. اوكي، بسموكينج لنج كانسر زي ما قلنا حددنا انه يكون عندي الايج اند سكس ار سيميلر. اوكي، او متقاربين. Matching is useful to increase the efficiency of the study. حلو، ليش؟ it may be أيضا useful to control certain types of confounders. حلو، for instance بعض environments may be accounted for by matching controls for neighborhoods or areas of residence. okay، ف لما نحكي مثلا لما ناخذهم من نفس المنطقة نفس البيئة نفس الحارة ناخذهم، هيك بنخلص من الاختلافات يلي بتصير بالانفايرمنت يلي ممكن تلعب دور. هيك صار اثنينهم من نفس الانفايرمنت
بيتعرضوا لنفس البيئة مثلا، أو نفس الهواء بيجيهم مثلا، أو نفس المشاكل بتواجههم، فبالتالي بنخلص من الـ environment variable. حلو، ثبتنا على الـ variable. household environment أيضا and genetic factors may be accounted for by. كيف؟ نحط ناس siblings مثلا إخوانهم بـ as controls. حلو، فالـ household environment طبيعة عيش الناس مثلا داخل كل بيت بتختلف. حلو، فهاي الاختلافات ممكن تكون عرضة أو تعرض الواحد للإصابة ببعض الأمراض، فبالتالي لما يكون من نفس البيت فبالتالي ببطل الهاوسولد له دخل بأنه إصابتهم بالمرض. حلو، والجينيتيك فاكتورز أيضا بطل لها دخل لأنه نفس الجينات عندهم. أوكي، فهيك زي كنا إحنا قاعدين بنثبت بعض المتغيرات يلي بدناش نلعب معهم. If we use controls from the past, أوكي، الكنترولز هدول ممكن نسميهم هيستوريك كنترولز. أوكي، طبعا بنرجع الى past hospital records عشان نقدر نحصلهم. قديش ضايل؟ اوكي، strengths. هسه الادفانتجز خلينا نحكي للكيس كنترول ستدي. They can be conducted relatively faster and are inexpensive than the cohort studies. ليش؟ لو قلنا الكوهورت تقعد انت مثلا مليون سنه وانت تقعد تستنى بالناس يصير فيهم المرض، وممكن يصير ممكن ما يصيرش. حلو، ولكن الكيس كنترول خلص بتبلش حسب سرعتك بانجاز الدراسه وهاي الامور، مثلا ممكن تقعد معك شهر شهرين وانت تلعب بالبيانات وتدققهم هاي الامور، بالكثير شهر شهرين تكون مطلع انت الدراسه مخلصها. حلو، it is also inexpensive. اوكي، ما بتضطرش والله توظف ناس اللي يروحوا يعملوا انترفيوز مع العالم وزي هيك وهي الامور، ولا توظف ناس اللي يراقبوا الاكسبوزد والنون اكسبوزد بيبل اللي عندك بالكوهورت. لا، خلص شخص واحد او شخصين او فريق صغير ممكن يقوموا بهاي الدراسه ويخلصوا لنا الامور بسرعه وبسلاسه. It is useful to study rare outcomes and outcomes with long latent periods. زي ما قلنا الرير outcomes مش دائما بكون في عندي الكيسز موجودين، فبالتالي لما او مش دائما بتصير عندي المرض، فلما يصير عندي المرض بنستغله وبنعمل كيس كنترول ستدي عشان نستغل وجوده. حلو، فاف وش تو ستدي الفاكتورز شيدد وذ ميلانوما بالاردن، ات از يوسفول ان نعمل كيس كنترول لانه وي ريكروت الكيسز اوف ميلانوما وبنشوف الاكسبوجر تاعهم مثلا للسن او لاذر ريسك فاكتورز. حلو، اذا بدنا نعمل كوهورت ستدي زي ما قلنا بدنا نقعد نستنى سنين طويله جدا for the occurrence of the outcome، وممكن يدخل فيها مثلا بعض الايفكت زي مثلا هذرن ايفكت. اوكي، لو بدنا نعمل كوهرت الواحد مثلا يلاحظ انه اي والله قاعدين بيعملوا علي دراسه عشان يشوف اذا بيصير فيه سرطان ولا لا اذا بضلني اتعرض للشمس، فبصير الواحد يغطي حاله مثلا عن الشمس زي هيك، فيعني بصير في عنا تلاعب، فبصير عندي الكيس كنترول افضل او مور ريبريزنتيف للبيئه اللي حوالينا. It is also useful to study multiple exposures in the same outcome. حلو، بالكوهورت كيف كانت؟ بيكون عندي one exposure ونقدر ندرس many outcomes. بالكيس كنترول لا، بيكون عندي one outcome ندرس many exposures. ليش هذا الحكي صار؟ لأنه بالكوهورت اوكي حددنا الاكسبوجر، اوكي اذا درسنا الناس بناء على الاكسبوجر ممكن يصير عندهم امراض مختلفه، ممكن واحد مثلا نتوقع يصير عنده lung cancer يصير عنده bladder cancer. حلو، بينما بالنسبه لل كوهورت الكيس كنترول محددين احنا المرض لنج كانسر، يعني لنج كانسر انا متبع مريض لنج كانسر، اوكي عارف مين المريض اللي عندي. حلو، وبشوف شو كان معرض، هل كان مثلا معرض للتدخين، هل كان مثلا يشرب كحول مثلا، هل كان مثلا يعني يعمل مثلا سم اكتيفيتيز اللي هي مثلا تعرضه الى الكانسر ولا لا. حلو، فبالتالي الواحد ممكن يدرس اكثر من اكسبوجر يلي بيؤدوا الى وان اوتكم. For example, smoking hypertension study, we can study other factors such as physical activity and diet. حلو، فدول أيضا يكون عبارة عن exposures. Okay, يدخل عندي في التجربة. بسم الله. طب أيضا case control studies are useful to study association of risk factors and outcomes in outbreak investigations. صارت outbreak، بدنا نركض سريع عشان نلاقي حل او عشان على الاقل نفهم شو اللي صار او ليش اجى المرض، فبكون انسب حل هو الكيس كنترول. اوكي، بنمسك شخص مريض بنفحصه، واحد مثلا اكتشفنا انه صار عنده فجأة هيك كورونا. حلو، بنمسكه بنفحصه، والله ايش عملت انت قبل، شو الاكسبوجر، والله شربت شوربة خفاش. حلو، فهيك عرفنا انه مثلا هذا سبب لي الكورونا ونشل الكورونا. حلو، بدل ما نعمل مثلا كوهورت ستدي ونقعد 10 سنين وخلص انقرض المرض، اوكي واحنا لسه قاعدين بنحاول ندرسه. فللتدخلات السريعه ممكن تفيدني الكيس كنترول. بعض الليميتيشنز
This design is not useful to study rare exposures. حلو، زي ما قلنا case control rare disease. اوكي، بينما الكوهورت rare exposure. ليش not useful to study rare exposures؟ انا ماسك ناس مرضى. حلو، هذا الشخص المريض ممكن يكون في 16000 اكسبوجر، اوكي، او 16000 شغله عرضته لانه يصاب بهذا المرض. حلو، مش شرط الاكسبوجر اللي انا قاعد بدور عليه. فاذا الواحد قاعد بترصد انه يمسك اكسبوجر معين، يروح على الكوهورت ستدي افضل له. حلو، دائما الدراسه يو بيجن وذ اكسبوجر، فبالتالي هذا بيساعدك على انك تدرس الرير اكسبوجرز. يو بيجن وذ ا ديزيز، هذا بيساعدك انك تدرس الرير ديزيز. فممكن يجيكوا سؤال ببساطه يقول لك مثلا شو انسب دراسه اذا بدك تدرس الرير اكسبوجرز. اوكي، فانت بتقول والله اوكي، طب شو الدراسه اللي بنبلش بالاكسبوجرز؟ كوهورت. فبالتالي بتقول خلص كوهورت هي انسب دراسه. حلو، فبتفيدكم عشان يعني تسهلوا عليكم تعرفوا. فرير اكسبوجرز، اوكي، رير اكسبوجرز كوهورت، رير ديزيز كيس كنترول. اوكي، وي ار نوت ايبل تو استيميت الانسيدنس اور بريفالنس بالكيس كنترول. ليش؟ بالكيس كنترول اللي بيصير عندي انه لما نحكي عن الستدي بوبيوليشن، هسه ايش يعني بريفالنس اور انسيدنس؟ بريفالنس اور انسيدنس، بريفالنس هو عباره عن نمبر اوف كيسز بغض النظر نيو اور اول، تقسيم ستدي بوبيوليشن. حلو، والانسيدنس نيو كيسز على الستدي بوبيليشن. هسا بالكيس كنترول ستدي مثلا اجيت بدي ادرس انا 200 شخص. حلو، هذول ال 200 شخص، حلو، ستدي بوبيليشن قديش عددهم؟ عددهم 200. طب انا لما اجي اعمل كيس كنترول، مش انا بحدد كيسز اند كنترولز، مش انا بحدد عدد الناس المصابين بالمرض وعدد الناس المش مصابين بالمرض؟ طب على فرض انا حددت بدي 50 واحد مش مصابين بالمرض، سوري، حددت انا مثلا 50 كيسز، اوكي، وعندي انا 200 واحد بالتجربه كلها، اذا 50 كيسز و150 كنترولز. حلو، لما نيجي نحسب البريفالنس حنلاقي انه البريفالنس يساوي 50 تقسيم 200. حلو، ال50 هاي اللي انا حددتها وال200 ايضا انا حددتها، فبتكتشف انه البريفالنس انت فعليا انت حاط البريفالنس بدك اياه. حلو، فذيس از نوت ا ترو بريفالنس، اوكي، نوت ا ترو بريفالنس، وكذلك الانسيدنس. حلو، فهاي اختلاف عن الكوهورت استدي. الكور استدي انت، لا انت بتحدد الاكسبوجر، انت بتعرفش مين حيمرض ومين مش راح يمرض. حلو، بينما بالكيس كنترول انت اخترت الناس المرضى واخترت الناس مش مرضى، فبالتالي انسيدنس بريفالنس يو كانت يوز ذم. ولكن شو بنستعمل بدالهم؟ بنستعمل اودز ريشيو. طب the design is not useful to study multiple outcomes، زي ما قلنا you study only a single outcome. اوكي، لان الكيسز انت حددت كيس معين، انا الكيسز عندي بهاي استدي هم عباره عن اللنج كانسر، اوكي، بيشنتس. الكيس عندي بهاي الاستدي هم عباره عن البلادر كانسر بيشنتس. الكيس بهاي الاستدي عباره عن الناس اللي عندهم مثلا كرونيك انفلاميشن بالكدني مثلا. حلو، فانت بتحدد الكيسز قبل ما تبلش، فبالتالي في عندك اونلي ا سنجل اوتكم، اونلي سنجل ديزيز اللي قاعد تدرسه. حلو، كونسيدر الاسوشيشن بتوين اكسبوجر اند ذات بارتيكولار اوتكم. اذا بدك تدرس مالتيبل اوتكم شو بتعمل؟ بتروح على كوهورت استدي. حلو، لانه انت قاعد تدرس اوتكم غير متوقع. حلو، فمتوقع يطلع لك اكثر من اوتكم. حلو، فهاي هي. فممكن يجيب لك مثلا 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 شو الدراسه الانسب عشان تقدر تدرس اكثر من اكسبوجر. اوكي، شو الدراسه بتدرس لك اكثر من اكسبوجر؟ اكثر من اكسبوجر اللي هو عباره عن الكيس كنترول. طب اكثر من اوتكم بتقول له اللي هو الكوهورت استدي. فممكن هاي اسئله تيجي. Sometimes the temporality of the exposure and outcome may not be clearly established in the case control studies. Okay، قلنا temporality هو عبارة عن إنه the cause should always يجي قبل the effect. حلو، the cause دائما بيجي قبل the effect. This is temporality. ولكن بعض الأحيان بالcase control لأنه إحنا بنعتمد على الذاكرة. حلو، فالذاكرة ممكن تخون الواحد، فبالتالي ما يقدرش يحدد إنه هل أنا تعرضت للكوز فطلعت the effect، ولا هذاك ممكن يكون هو يعني الافكت اجى قبل الكوز، ولا شو اللي بالضبط صار عندي. حلو، فالواحد ممكن ها مرات ما يقدرش يحددها بدقه. كيس كنترول ستديز ار اولسو برون تو سيرتن بايسز، زي ما قلنا معتمدين احنا على الذاكره، فشيء طبيعي يصير عند الواحد ريكول بايس. حلو، مي نوت بي ايبل تو ريكول اول اكسبوجرز اكيوريتلي، الكيس مي بي لايكلي تو ريمبر ديتيلد كومبيرد تو كنترولز، يعني ممكن هذول يتذكروا هذول ما يتذكروش، فبالتالي يصير عندي ريكول بايس. وايضا اذا الكيس الكنترولز ار نوت سيلكتد سيميلر، اللي ما كانش في عندي الماتشنج اللي هسه حكينا عنه، ممكن هذا يخلق عندي سيلكشن بايس. اوكي، فبالتالي معرضه لبعض انواع البايسز.
بينما الكوهورت قلنا البايسز فيها اقل. ليش؟ لانك انت عمالك بتحدد خلاص هذا اكسبوزد هذا نان اكسبوزد فقط. اوكي، ممكن تحاول انك تخليهم ماتشنج اكثر، ولكن يعني فعليا انت بتاخذهم من نفس البيئه. بالنسبه للاناليسيس، كيف بدنا نحل او كيف بدنا نحسب الحسابات اللي بتطلع لنا؟ عن طريق الاودز ريشيو. الميجرمنتس بتصير عن طريق الاودز ريشيو. اوكي، since we're not able to measure the incidence و the incidence prevalence بال case control study, the odds ratio is a reasonable measure for relative risk. okay، فهو مش بالضبط relative risk، هو بيعطيني تقدير لل relative risk. حلو، تقدير نوعا ما قريب على relative risk. ليش؟ لأن relative risk هو عبارة عن incidence تقسيم incidence، هم ما عنديش incidence. حلو، فبندبر حالنا بقيمة تعطيني خلينا نحكي as representative as a relative risk بديل عنها. فال odds ratio in study of smoking and hypertension كان مثلا 3.5 على سبيل المثال بواحد من الدراسات. since the odds ratio is greater than 1، حلو، اذا طول ما ان ال odds ratio اكثر من واحد، لانه هو عباره عن incidence of the exposed، sorry incidence of the cases. ثواني شو قاعد بعمل انا؟ الأودز ريشيو هو عبارة عن ال مش الانسيدنس، هو عبارة عن ريسك اوف جيتينج الديزيز على ريسك اوف نوت جيتينج الديزيز. اوكي، فبالتالي ريسك اوف جيتينج الديزيز من بين الاكسبوز وهي الامور اكبر من اذا طلع لي اكبر من واحد، اذا البسط اكبر من المقام. اوكي، فبالتالي جيتينج الديزيز بناء على الاكسبوجر از اكبر من انه نوت جيتينج الديزيز. اوكي، سو ذا اوتكم از مور لايكلي ان ذوز اكسبوزد كومبيرد تو ذوز هو ار نوت اكسبوزد. حلو، فبالتالي إذا كان عندي الـ odds ratio أكبر من واحد، أوكي، هون في عندي ربط بينهم. however will require confidence intervals to commit on further interpretation. يعني هون بقول لك بدنا نستعمل p value وحسابات p value عشان نقدر نحدد بالضبط. حلو، ومش مطالبين فيهم إحنا p value calculations. other ways of analysis ممكن نستعمل logistic regression models اللي هم عبارة عن زي بعض رسوم بيانية اللي بتكون زي هيك مثلا زي هيك طالعين. يا ممكن نستعملهم عشان نقدر نحسب ايضا بدقة مثلا الكيس كنترول ستاديز. هسا بشكل عام result of case control study can be presented in a 2x2 table زي اللي هون، بنحط عندي الكيسز والكنترولز والاكسبوزد نان اكسبوزد. حلو، الكيسز من بين اكسبوزد، كيسز من بين ان اكسبوزد، كنترولز ذات ار اكسبوزد، كنترولز ذات وير ان اكسبوزد. حلو، وبنحسبهم. الأودز ريشيو قلنا هو عبارة عن odds of a disease in the exposed compared to odds of a disease in the unexposed. إن هاي الأكسبوزد odds of the disease، إذن A على B، اقسم A على B تقسيم okay compared to the odds of a disease in the unexposed. إذن هاي الأنexposed C على D. okay C على D، رتب البطيخات هذول، رتبهم بطلع عندك A في D على سي بي. اوكي، لما نرتبهم السي راح تيجي جنب البي، الدي راح تطلع فوق. اوكي، فا اي دي على سي بي، فبنكتشف انه زي كانه الاودز ريشيو بنقدر نحسبها من هذا الجدول. كيف؟ كروس، ضرب كروس. حلو، اي دي تقسيم سي بي. حلو هياتها. فاذا بدنا نيجي نحسبها، يس بنقدر مثلا A تقسيم B كل هذا تقسيم C على D، وبنقدر نختصر حالنا نضرب A في D تقسيم C في B. اوكي، هسه هون في امثله حل، ثلاث امثله للحل. اول مثال calculation of odds ratio من hypothetical case control study of smoking and cancer of pancreas among 100 cases and 400 controls. بقول لك احسب لي الاودز ريشيو وانت مغمض، A ضرب D على B ضرب C. حلو، A ضرب B على D ضرب C، وحسبناها طلع لي 4.5. حلو، وانت مغمض. طيب هسا الـ OR calculated من الـ hypothetical data estimates that smokers are 4.5 times more likely to develop cancer of pancreas than non-smokers. إذا الـ odds if you were smoker will be 4.5 more times than if you were non-smoker. أوكي، إذا فرصة إصابتك بالسرطان هذا 4.5 إذا ما كنت بتدخن من النخاع. هسا الـ odds ratio of smoking هسا هيك ملاحظة فلسفية. اوكي، بقول لك has been performed without adjusting for potential confounders. اوكي، مثلا ما حسبناش الـ age، نعرف انه عادة الـ age بيكون سبب مهم بالسرطانات.
حلو، فبالتالي هم ما حسبناش، ما دخلناش الايج بالمعادله كلها. Further analysis would involve stratifying by levels potential confounders such as the age مثلا او الجندر وهي الامور. فممكن نكبر احنا ال 2 by 2 table and يعني هو عباره عن فلسفه، اوكي بتفلسف عليك، بقول لك ان الدراسه اللي انت عملتها غير دقيقه وبامكانك تكبرها، بس احنا مبسوطين على المش دقيق وبنقول له حل عنها. اوكي بس اقراوها حلو. فانه شو اسمه ممكن ايضا بقول لك عشان برضه تزيد من مصداقيه الهاي انك تحط confidence intervals for the odds ratio would be also presented، ان تحط البي فاليوز وهي الامور عشان تدعم دراستك. مش مهم. بالنسبه ل example 2، example 2 بقولنا في عندنا study looking at breast cancer بال women compared cases with non cases، found 75 من 100 cases didn't use calcium supplements. اذا عندي 100 cases، اوكي 100 كيسز، 75 ديد نوت يوز السبلمنتس، 25 يوز السبلمنتس. اذا 75 نون اكسبوزد، 25 اكسبوزد. حلو، هاي من بين الديزيز. اوكي اذا هاي الديزيز بنلاقي 75 نون اكسبوزد و25 ار اكسبوزد. طيب didn't use هاي compared to النون كيسز، بالنسبه للنون كيسز 25 نون اكسبوزد، اذا 25 نون اكسبوزد على 100 و75 بدها تطلع الاكسبوز. اوكي لان 25 من 100 ظل عندي 75 اللي هم بدهم يكونوا اكسبوز. ديفلوب ا تيبل تو ديسبلاي الداتا، هي على التيبل عندي عملناها، رسمنا التيبل اللي هو حطينا ديزيز نو ديزيز اكسبوز سوري اكسبوجر نو اكسبوجر، ورتبناهم حسب هاي الامور اللي هو عباره عن مثلا هي ال كيسز، هون الكيسز مثلا الناس اللي عندهم ديزيز رتبناهم 75 نو اكسبوجر الباقي اكسبوجر. فعملنا هاي التابل. هسه كالكوليت الاودز اوف اكسبوجر ان كيسز اند نون كيسز. اوكي بدنا نحسب الاودز في الكيسز والنون كيسز. بالنسبه للكيسز هاي الكيسز اودز اوف اكسبوجر، حلو اذا اكسبوزد على النون اكسبوزد هو عباره عن هون اعتبرنا احنا بهاي الدراسه انه الاكسبوزد هو didn't use calcium supplements. اوكي if you didn't use calcium supplements you are exposed، هيك حددنا الاكسبوجر. فبالتالي صار عندي these are exposed these are non exposed. اذا بدنا نحسب الاودز الاودز تاعونهم الاودز اوف اكسبوجر بيكون عباره عن 75 على 25 اوكي ويساوي 3. بالنسبه للكنترولز الاودز اوف اكسبوجر هم عباره عن 25 على ال 75 الاكسبوزد على النون اكسبوزد، طلع لي ثلث. هسه الفقره الثالثه بقول لك كالكوليت الاودز ريشيو يوزنج كروس برودكت ريشيو. اوكي يوز الكروس برودكت ريشيو اللي هو عباره عن 75 ضرب 75 تقسيم 25 على 5 وعشرين، حسبناها طلع لي بالنهاية هو 9. حلو. طب ممكن نحسبها بطريقة أخرى؟ نعم ممكن نحسبها بطريقة أخرى. كيف نحسبها بطريقة أخرى؟ بقولنا الأودز ريشيو هو عبارة عن الأودز تاع الكيسز على الأودز تاع الكنترولز. الأودز تاع الكيسز هو 3 على الأودز تاع الكنترولز 1 على 3. أوكي الثلاث تطلع للبسط ويساوي 9. أوكي فممكن نحسبها بالطريقتين، ممكن نقسمهم على بعض وممكن نعمل الكروس مالتيبليكيشن. How does the difference between two prevalence of breast cancers اللي طلعوا لي prevalence تاع ال prevalence مثلا 75 versus 25 compared to the odds ratio. Okay فال prevalence of breast cancer بينهم how can it compare to the odds ratio determine الهاي. فايش بنعمل odds ratio sorry after calculating the odds ratio observe threefold difference in the prevalence rate of the disease. Okay لاحظنا انه في اختلاف هذا اكبر من هذا ثلاث مرات. اذا اذا قسمنا ال prevalence of the breast cancer disease على الثاني 25% وهي بالمية اوكي هذا بيطلع فيه ثلاث وهذا بيطلع فيه واحد، اذا طلع عندي واحد، اذا لما نقسمهم مع بعض طلع لي ثلاث. بينما الاودز ريشيو هو عبارة عن 9، قلنا هاي الاودز ريشيو هي عبارة عن 9، فبالتالي they are not the two methods produce different results. اوكي اللي هو difference between prevalence of breast cancer. طب example 3 بقولنا calculate the odds ratio بناء على هذا الجدول اللي طلع لك. ال odds ratio ببساطة بإمكانك تحسب الـ بطريقتين مختلفات، إما تقول 83 تقسيم 23 كل هذا تقسيم 20 على 18، إذا تقسم 20 على 18 تطلع نتيجة وتطلع هون نتيجة وتقسمهم على بعض وتطلع نتيجة، أو تختصر حالك كل هذا الهبل تضربهم واحد هيك هيك وطلع الكروس برودكت بيطلع نفس الجواب. حلو. The odds of cancer among the smoking are 3
وربع تايمز ذات اوف ذا اودز اوف نون سموكينج. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. هي خلصنا هاي المحاضرة الثامنة. دربوا على الأمثلة الموجودة بالمحاضرة، زي ما قلنا ركزوا على الأمثلة الموجودين بالمحاضرات، لأن الدكاترة لو بدهم بالعادة يجيبوا أمثلة ممكن يجيبوا أشياء صعبة، ولكن على الأكيد عادة بيجيبوا من الأشياء اللي بالمحاضرة. فتوكلوا على الله وإن شاء الله موفقين. والمحاضرة الثالثة إذا ما لحقتش أسجلها الصبح قبل ما أطلع الدوام إن شاء الله، يعني أول ما أرجع. حلو، بالتوفيق، يعطيك ألف عافية.